طبعا احنا بقالنا فتره بنتكلم عن تجديد الخطاب الديني، وتجديد الخطاب الديني لازم هيكون فيه وسيله لنقل هذا الخطاب للناس، وما فيش شك ان الاعلام بيلعب دور مهم جدا في هذا الامر. الاعلام الديني، قناه الناس الحقيقه قدمت تغطيه خاصه لاداء مناسك الحج ويوم عرفه في الاراضي المقدسه، وكمان قدرت تقدم مشاهد خاصه لتصعيد ضيوف الرحمن الى مشعر عرفات، واللي الحقيقة لقى إشادة واسعة من المواطنين بتغطية مناسك الحج. ده غير حرص الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لدعم الإعلام الديني في كل الأوقات. فخلونا نعرف تفاصيل أكتر عن تغطية مناسك الحج. معانا عبر الهاتف دلوقتي دكتور يوسف عامر، رئيس قناة الناس ورئيس لجنة الشيوخ في مجلس النواب. صباح الخير على حضرتك. يا صباح الخير، ازي حضراتكم؟ وكل عام وحضراتكم بخير يا رب دايما. اهلا بك يا فندم. حضرتك طيب؟ مصر كله وكل الدنيا بخير ورخاء وسلام وأمن واستقرار إن شاء الله. آمين يا رب. يعني شفنا تغطية السنة دي لأداء مناسك الحج كانت مميزة جدا جدا، عايزين نعرف إزاي تم التنسيق لده، وهل ده ناتج عن يعني الاهتمام اللي بتعنيه طبعا الشركة المتحدة بالإعلام الديني، وإزاي يعني حابين نعرف زي ما كان شاذلي بيقول إنه إحنا دايما بنتكلم عن تجديد الخطاب الديني، فإزاي ده حصل السنة دي؟ تفضل. حضرتك طبعا الكل يعلم جيدا ان الاعلام له دور كبير جدا في تثقيف الناس، ثقافه صحيحه، ثقافه رصينه، له دور في الحفاظ على الهويه وابرازها، ودور كبير في نشر الوعي الصحيح، دور كبير في محاربه الفساد بكل صوره واشكاله، دور في توفير رصيد سيكون هذا الرصيد فيما بعد تراثا لأجيالنا وأبنائنا اللي هيجوا بعد كده. الإعلام بيواجه دايما التيارات الحدامة اللي هي بتريد دائما محو الهوية أو طمس الهوية. بتعمل هذه التيارات الحدامة على خلخلة مقومات وأسس الأوطان. لذلك الشركة المتحدة للإعلام الحقيقة قامت بدور مهم جدا، أو اطلعت بهذه الأدوار اللي المفروض يقوم بها الإعلام من خلال وسائلها الإعلامية، سواء الإعلام المرئي أو المقروء وغيرها، وكذلك من خلال إنتاجها الفني والديني. قامت بي ومنها طبعا قناة الناس، قامت بهذه الأدوار اللي هي التثقيفية الدينية والتوعية الدينية وتصحيح المفاهيم المغلوطة، وكذلك نشر الوعي الصحيح وحربة الفساد، والمهم جدا الحفاظ على الهوية المصرية. الهوية المصرية لها عناصر كتير جدا بتشكلها، منها الهوية الدينية. لذلك الشركة معنية بهذا الأمر من خلال وسائلها الإعلامية المختلفة، وكذلك من خلال ما تنتجه من إنتاج فني يعزز صحيح الانتماء الوطني وينشر الوعي الديني الصحيح. واحنا فعلا دكتور كنا محتاجين بالفعل وجود قناة الناس في الخطاب الديني. احنا محتاجين بالفعل وجود قناة الناس في هذا التوقيت لأهميتها في إبراز تعاليم الدين بالحكمة والموعظة الحسنة. ما هو بقول لحضرتك طبعا قناة الناس هي وسيلة من وسائل الشركة. بالنسبة لموضوع التغطية اللي قامت بها القناة لوقفة عرفات وبث مباشر للحجاج وهم في جبل عرفات، ده طبعا حضرتك احنا كان في اعداد ليه بشكل مهم جدا، وهو ان وقفة عرفات وخطبة الوداع اللي خطبها النبي محمد صلى الله عليه وسلم كانت اكمال للدين، وبالتالي حرصت القناة على ان هي توضح تعاليم الدين الإسلامي في مختلف المجالات، وذلك من خلال تغطيتها من بعد صلاة الفجر حتى
العاشرة مساء تقريبا. ده كان له آليات، من هذه الآليات تعليق على النقل المباشر من جبل عرفات. هذا التعليق كان الحقيقة معد بشكل يوضح أركان الإسلام وتعليم الإسلام وسماحته في مختلف أمور الحياة. ولما هنقول أمور الحياة هي برضو تبقى أمور الدين، لأن حضرتك الدين هو الحياة والحياة هي الدين. فالهدف القناة إن هي بتدخل الدين من بوابة الحياة، لأن ربنا سبحانه وتعالى خلق الإنسان لعبادته سبحانه وتعالى ولعمارة الأرض. عمارة الأرض معناها صناعة الحضارة. فبالتالي أنا مخلوق بجانب العبادة لله سبحانه وتعالى، مخلوق إن أنا أعمر في الأرض. طب أنا بعمر في الأرض، يبقى لابد إن أنا يكون عندي العلم والمعرفة لهذا التعمير ولهذا البناء ولصناعة الحضارة. اتنين، وأنا بعمر أكيد إن أنا هتعامل مع الآخرين أو هتعامل مع كل المخلوقات. التعامل ده هيشمل الإنسان وهيشمل غير الإنسان. فالإسلام بينصحني أو بيحث على حسن التعامل وحسن الخلق مع كل المخلوقات. اثنين، اتفضل دكتور يوسف. يعني اتكلمنا في الاول كمان عن طبعا التغطيه الاستثنائيه اللي يمكن قناه الناس عملتها، وعايزين نعرف بقى يعني لما التغطيه اللي حصلت من جبل عرفات، وتحدث الشيخ الدكتور سعيد عامر لاستوديو تغطيه اليوم او يوم عرفه لقناة الناس، نقدر نقول أهمية التغطية دي كانت عاملة إزاي؟ هل رفع من مشاهدات قناة الناس والمدخلات اللي حصلت على مدار اليوم؟ إزاي تم التنسيق مع الجانب السعودي؟ هو طبعا تم التنسيق مع زمايلنا اللي هم من قبل الشركة سافروا للأراضي المقدسة، وبالتالي هم اللي قاموا بدور كبير جدا في التنسيق مع العلماء المصريين اللي هم موجودين في الحج هناك في عرفات. وبالتالي كنا احنا حريصين على هذا النقل من خلال العلماء لسبب رئيسي، وهو ان المشاهد المصري اهالينا في البيوت بتبقى حريصة ان هي طبعا تتابع ما يحدث في جبل عرفات، وبالتالي لما يلاقوا ان في عالم بيكلمهم بشأن اليوم وبشأن الدعاء ويدعو للناس جميعا من هناك، فده طبعا بيكون له تأثير قوي جدا في روح المشاهد واعطائه امل في ان هو ان شاء الله هيكون من الموجودين في الاعوام القادمة ان شاء الله. الحاجة الثانية مهمة احنا ركزنا عليها الحقيقة من خلال التعليق ومن خلال ضيوفنا الكرام، كنا مركزين على تقديم جرعة كبيرة جدا من الأدعية والأذكار. الأدعية دي لأن يوم عرفة هو يوم الدعاء، والدعاء زي ما قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خير الدعاء دعاء يوم عرفة، والدعاء هو عين العبادة. وبالتالي احنا ركزنا على الجرعة دي بشكل كبير جدا، علشان الناس طبعا كل واحد بيدعي باللي هو عايزه، واحنا كنا حريصين ان احنا برضو نعمل نوع من انواع التثقيف في مثل هذا اليوم. المفروض ان انا ايه هي الادعيه اللي دعا بها النبي محمد صلى الله عليه وسلم، او دعا بها الصحابه الكرام، او دعا بها اولياء الله، وبالتالي احنا نتبعهم في مثل هذه الادعيه. برضو ركزنا على شيء مهم جدا، وهو حضرتك من خلال ضيوفنا في الاستوديو، وكان على رأسهم فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء، اتكلم عن المظاهر الحضارية في خطبة الوداع التي ألقاها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة، وبكى حتى هو بيحكيها امبارح. يعني طبعا هو بيدعو في النهاية
طبعا شيء طبيعي ان الانسان لما بيتقرب الى الله سبحانه وتعالى ويتوجه الى الله سبحانه وتعالى ويكون على يقين ان هو واقف او بيدعي ربنا سبحانه وتعالى، فشيء طبيعي الانسان بيكون عنده خشوع وخضوع لله سبحانه وتعالى. فبرضه من الحاجات اللي احنا كنا حريصين جدا نبرزها في خطبه حجه الوداع للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، ان حرمه الدماء والاموال والاعراض، ان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اكد في هذه الخطبه على ان دماء يعني تحريم القتل وعدم إهانة الإنسان يعني احترام الإنسان وتكريمه، لأن ربنا سبحانه وتعالى كرم الإنسان، يقول الله سبحانه وتعالى ولقد كرمنا بني آدم، فتكريم الله سبحانه وتعالى للإنسان عموما أيا كان معتقده، وربنا سبحانه وتعالى بيرحم كل المخلوقات ويرحم كل الناس أيا كان معتقداتهم، لأن ربنا سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم ورحمتي وسعت كل شيء. فهنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أكد على حرمة الدماء وكذلك حفظ الأموال، وحفظ الأموال هنا معناها مش المال الخاص فقط ولكن المال العام يعني الممتلكات العامة والخاصة، وأكد على حفظ الأعراض. وطبعا كان لابد ان احنا نبرز هذا الجانب في تعليم الاسلام، نوع من انواع ان احنا بنذكر نفسنا وفي الوقت نفسه بنبرز سماحه الدين الاسلامي. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لما اكد على حرمه الدماء اكد على حرمه دماء البشر جميعا، وأكد على حفظ أموال البشر جميعا، وأكد على حفظ أعراض الناس جميعا، لأن هذه الأمور هي عبارة عن مقاصد شرعية للديانات السماوية. وبالتالي كان لابد أن إحنا نركز على مثل هذه الأمور. من الحاجات المهمة برضو ركزنا عليها من خلال التعليقات ومن خلال ضيوفنا الكرام، توصية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بالنساء. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في خطبة يوم الوداع قال صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا. الحقيقة أن سيدنا محمد لم يقل أوصيكم بالنساء، لأن أوصيكم هنا معناها أن أنا بأوصي اللي قدامي، لكن استوصوا معناها أن ده أمر للي موجودين وأمر لكل الناس اللي هتبقى موجودة في الدنيا إلى يوم القيامة. فإذا استوصوا بالنساء هنا برضو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الكلمة مطلقة، يعني كل النساء دون النظر إلى من هي ومن معتقدها وسنها إيه أو هي لابسة إيه أو مش لابسة إيه. كل هذه الأمور بتوضح سماحة من الحاجات المهمة قوي يا فندم اللي احنا عايزين نركز عليها الفترة الجاية، نعلمها للأجيال الجاية ويبقوا عارفين أنه ده من الأساسيات. كمان قناة الناس عرضت يمكن خطبة نادرة للشيخ متولي الشعراوي، خليني أقول ألقاها يوم عرفة سنة 76، لغاية النهاردة يعني خطب الشيخ الشعراوي بتلقى اهتمام المشاهدين ومشاهدات عالية، السبب ده إيه؟ هو احنا حضرتك الاول سببه ان الشيخ الشعراوي رحمه الله سبحانه وتعالى ورحمنا جميعا ورحم الناس جميعا ان شاء الله. الشيخ الشعراوي كان عالما فاضلا، يعني قلما يجود بمثله الزمان، ولكن مصر دائما ربنا بينعم عليها بالعلماء المتميزين في مختلف العلوم، سواء كانت علوم تطبيقية أو علوم شرعية. لذلك الشيخ الشعراوي رحمه الله سبحانه وتعالى خطبته لاقت يعني قبول كبير جدا لدى كثير من المشاهدين،
سواء من خلال الشاشة أو من خلال البث المباشر اللي كان على من خلال الإنترنت. وكذلك ده كان لقى اهتمام كبير جدا الحقيقة هذه التغطية لأبنائنا وأخواتنا المصريين اللي هم موجودين في الخارج، كانوا متابعين القناة من خلال الإنترنت بصفة خاصة. أما بالنسبة لي إن ليه القناة كانت حريصة على إن هي تقوم ببث خطبة الشيخ الشعراوي رحمه الله بصوته، وكنا عارضين طبعا البث المباشر لما يحدث أو لوجود الحجيج في وقفة عرفات، علشان نمتع الناس بالنظر إلى جبل عرفات وبمشاهدة الحجاج وهم يدعون. يعني ده مهم جدا، نحن كنا حريصين عليه، كلنا كنا بنتأثر لما بنجد الناس موجودة في جبل عرفات وهم بيتقربوا إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء والخشوع، فده بيدي نوع من أنواع الطمأنينة. صحيح. إن ربنا سبحانه وتعالى بيغفر للمستغفرين ويقبل الدعاء إن شاء الله. وحضرتك ذكرت نقطة مهمة جدا يا دكتور، هي إن احنا هدفنا هو التثقيف. كنا حريصين على السبب الرئيسي إن احنا عاوزين نقول دايما إن احنا بنعمل نوع من أنواع الاهتمام بالهوية المصرية. لأن الشيخ الشعراوي. ألو، اتفضل يا دكتور، سامعين حضرتك. الشيخ الشعراوي حضرتك هو العالم المصري الذي ألقى خطبة الجمعة في جبل عرفات سنة 1976. ده له دلالة كبيرة جدا لما نيجي إحنا نبثها لأهالينا وللعالم أجمع بعد وقت طويل، من تقريبا من بعد ساعتين من الخطبة التي ألقيت في مسجد نمرة بالأمس. ده كان له دلالة واضحة إن إحنا لازلنا بنستفيد من علم الشيخ الشعراوي، وفي الوقت نفسه إحنا بنقول إن مصر قوية دائما بعلمائها وبكل رجالها في مختلف الأزمان ومختلف الأماكن، لأن الشيخ الشعراوي وكل علماء مصر بيعتبروا من أهم القوى الناعمة. الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمة الله عليه، حضرتك وكل المقرئين المصريين مصر دولة التلاوة، هم كذلك من القوى الناعمة القوية جدا سواء في المنطقة العربية أو في مختلف بلاد العالم. يعني حضرتك لما يذكر اسم مصر في كثير من الدول غير العربية، دائما الناس مباشرة يذكرون أو يتذكرون سيدنا يوسف عليه السلام، يتذكرون سيدنا موسى عليه السلام وهو يعني كان قد كلمه الله سبحانه وتعالى في على أرض مصر، يتذكرون تجلي الله سبحانه وتعالى على أرض مصر ولم يتجلى على أي مكان آخر في العالم، يتذكرون الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، يتذكرون الشيخ الشعراوي، يتذكرون مصر. بالفعل يا دكتور مليئة بالرموز والكنوز اللي العالم كله بيفتكرها طبعا، وتغطية أكتر من رائعة. كل الشكر لحضرتك ولكل العاملين في قناة الناس على هذه التغطية. زي ما حضرتك ذكرت كان الهدف منها هو تثقيف الناس، وأن الناس تعيش هذه الحالة الروحانية بعدد كبير من العلماء اللي كانوا موجودين في الاستوديو. وزي ما حضرتك قلت أن المتابعة بتزيد، وكلما المتابعة زادت يا فندم كل ده ما بيحتاج تطوير أكتر للقناة. والشيء يذكر طبعا القناة في مجموعة كبيرة من البرامج، بما أننا بنقول الدين هو الحياة، ففيها برامج خاصة بالمرأة بالطفل، برامج ثقافية ولكنها مرتبطة أو من منظور ديني. كل الشكر ليك الدكتور يوسف عامر، رئيس قناة الناس ورئيس اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ.